هذا سؤال يقول دعاء المرور على القبر. دعاء ايش؟ المرور على القبور. دعاء ايش؟ المرور على القبور. هل يقال في المقبرة أم عند مرور بالشارع؟ دعاء وزيارة القبور يكون عند ما يخرج الإنسان إلى المقبرة ليزور أصحاب القبور زيارة يتعظ بها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. وهذا لا يحصل للمرور، لكن بعض العلماء يقول إذا مر بها فليسلم، يحصل على أجر لأنه سيدعو لإخوانه فيحسن إليهم، وهذا خير. نعم.